عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من مترو الصحافة، نطلع فيها على أهم العناوين المحلية والعالمية. عالميا، بعد أن قال ترامب أنه سيخرج من سوريا وأنه سيترك البلاد على خرابها وأن الأمر ما عاد يعنيه، فجأة ترامب يلغي زيارته لأمريكا الجنوبية ويرسل مدمراته البحرية إلى السواحل السورية. هل اقتربت؟ هل هي ساعة الصفر؟ وباتت سوريا هدفا لعدوان ثلاثي أمريكي فرنسي بريطاني؟ وكيف ستكون الضربة؟ استعراضية أم تستهدف القواعد الروسية والعاصمة دمشق؟ ولماذا يلتزم بوتين الصمت؟ هذا كان عالميا. أما في شأننا الفلسطيني، فالاحتلال يحقق مع نفسه ويبرر قنص الأبرياء العزل في غزة. كتب أحدهم: التمتع بصيد الفلسطينيين من بعيد من فوق تلة هو عمل سادي متوحش بامتياز. هذا التلذذ في إزهاق أرواح أناس مقهورين هو نتاج عقلية ونفسية فقدت بشريتها وحسها الإنساني وتحولت إلى آلة قتل فاقدة للمشاعر والأحاسيس، استطاعت قتل ضميرها حتى وصلت إلى أن تشعر بنشوة بعد نجاحها بتنفيذ الجريمة. حتى الآن، حتى آلة القتل أقلها مجية من ذلك، فالآلة لا تفرح ولا تضحك ولا تدخل في حالة من الغبطة والقهقهة العالية عندما ترى الدم، ولا توثق جريمتها للتباهي والاستعراض، ولا تشتم ضحيتها وأم ضحيتها بعد أن تراها تتفعفل بوجع على التراب وروحها تخرج منها والناس من حولها يركضون. أما الاحتلال فيشرعن الأمر ويراه عاديا ومرور الكرام. قبل أن أنتقل إلى عناوين الصحافة ومن هذا الشأن، أخرج قليلا إلى الميدان مع الزميل الصحفي مجد دانيال الذي يتواجد الآن في مقبرة القسام في بلدة نيشر قضاء حيفا بلد الشيخ، التي تريد شركة إسرائيلية مصادرة 15 دونما من هذه المقبرة وتحويلها لصالحها لمنطقة تجارية، ولكن الأهالي يدافعون عن مقبرة القسام. العزيز مجد دانيال، ماذا كان اليوم في المقبرة؟ نعم وائل، بالفعل نحن هنا منذ الصباح الباكر نتواجد في مقبرة القسام يعني في بلد الشيخ قضاء مدينة حيفا، حيث عند الساعة 9:30 صباحا تجمع العشرات من أهالي وذوي الشهداء والموتى المدفونون هنا في المدفونين في هذه المقبرة للتصدي لمجموعة من الخبراء الجيولوجيين الذين بعثتهم المحكمة، محكمة الصلح، لتفقد ولفحص وأيضا نبش يعني القبور وللتأكد يعني على حسب مزاعمهم بأن هذه يعني المنطقة أو الجزء من المقبرة الذي هو يعني كما ذكرت 15 دونما ليس به أو لا يعتبر مقبرة. وطبعا لكي تقوم شركة كيرور أحزاكوت طبعا بناء مشاريعها المزمع والتي يعني تخطط بنائها في المستقبل، وهي مشاريع تجارية، وهذا ما يرفضه رفضا قاطعا أهالي وذوي الشهداء والموتى، وهم قدموا بالعشرات يعني من اللجنة الشعبية وأيضا من يعني المحامين قدموا إلى هنا للتصدي لهذه المجموعة. ومعنا الحديث أكثر حول هذا اليوم وما حصل وتسلسل الأحداث في مقبرة القسام، طلب أبو عيشي وهو من يعني أهالي المدفونين في مقبرة القسام. أهلا وسهلا بك أخ طلب، بداية لو تحدثنا عن الذي حصل اليوم عند الصباح. يعني للأسف قاضي المحكمة في محكمة الكغيوت قرر أنه يبعث خبير جيولوجي ويتمم البحث النبش القبور اللي كان قبل 3 أسابيع، إذا أنت لاحظت غاد كان في قبور مبحوشة، لأنه وصلت الأهالي ومنعت استمرار العمل، وقفت العمل بوقتها. القاضي قرر أنه يبحث المقبرة اللي هن 15 دولم اللي جزء من الأصل المقبرة اللي هو 45 دولم، على أساس أنه يأكد للشركة أنه فيش قبور غاد. بالنسبة لنا كأهالي، إحنا هاي الأرض أرض وقفية أوقفت على أساس تكون مقبرة للمسلمين يدفنوا فيهم موتهم، هناك في قبور اللي مبينة، قبور بحكم الزمن مش مبينة.
يعني انا ابي رصيدي مبين لانه مبني وعالي وبعيد شوي عن المنطقه اللي بيحكوا عنها. في ابو عمامي وعماتي واهلي اللي كانوا ساكنين ببلد الشيخ مش كلهم. نعم يعني، والسؤال بان اليوم عندما قدمتم رايتم بان هناك هنالك قبور قد نبشت بالفعل وهذا انتهاك لحرمه الموتى، يعني ماذا كان شعوركم وماذا كان رد فعلكم على هذا؟ والله شعور اي بني ادم بغضب شديد انه ابي رصيده وعمه وعمته عم بيتنبشوا بحجه انه ايش كمان بده يبنوا مركز تجاري فوقيهم، يعني مركز تجاري اللي ممكن يعني يحوي قهاوي محلات طرف اللي هي تكون مبنية على 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 قبور جدودنا وعمامنا وأهالينا. يعني بعرفش أنا بحكي إنه الزلمة معاه قرار من المحكمة وفي قانون وفي في حرمة للأموات وفي حرمة للأحياء، يعني وهنا إن بضربوا كرامتي انا كعايش اني اشوف انا ابي رصيدي عم بتنبش عشان يبنوا فوقيه او لاي سبب إن كان. يعني يعني نعم نكتفي بهذا القدر حاليا. يعني اريد ان اشكرك جزيل الشكر طلب ابو عيشي من عوائل يعني ذويك مدفونين هنا في هذه المقبره، ونحن نقدر هذا الصرف وسنعود ونتابع وباقي التفاصيل لاحقا. شكرا جزيلا لكم وللاعلام الحر كلياته، بارك الله فيكم. نعم شكرا جزيلا لك. نعم اذا وائل كانت هذه المداخله من طلب ابو عيشي وهو من يعني من هنا من ذوي اهله يعني اقربائه وايضا ذويه مدفونون هنا في مقبره القصام، وحدثنا عن مدى السخط الذي ينتاب الاهالي حينما تنتهك حرمه الموتى وذويهم واقربائهم المدفونين هنا في مقبره القصام. اليك وائل. العزيز الصحفي مجد دانيال شكرا جزيلا لك على هذه المداخله والتوضيح لما كان صباح اليوم في مقبره القسام في بلد الشيخ التي هي الان ناشر قرب حيفا. ان تموت في الوطن وتدفن فيه، هذا نوع من أنواع الرباط. والآن إلى العناوين العالمية لآتي إلى ضيف الاستديو العزيز محمد مصالح. نبدأ مع وكالة الأناضول. وسط تهديدات واشنطن للأسد حاملت طائرات أمريكية إلى المتوسط برفقة 7 سفن حربية و6500 عسكري. وفي رويترز اشتباك أمريكي روسي في مجلس الأمن بشأن سوريا وسط تحذير من ضربات وشيكة. وفي رأي اليوم روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع أمريكي لإجراء تحقيق جديد حول استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا، ورفض مشروع قرار تقدمت به ويصوت ضد مشروع قرار روسي يدعم تحقيقا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في البلد. وفي عودة إلى وكالة رويترز، روسيا تحث أمريكا على الإحجام عن الخطط التي تطورها بشأن سوريا. وفي فرانس 24، الجيش الإسرائيلي يؤكد صحة شريط قنص شاب فلسطيني وليبرمان يشيد بالقناص. أكد الجيش الإسرائيلي صحة شريط فيديو متداول بكثرة يظهر قناصا إسرائيليا يطلق النار على شاب فلسطيني على الحدود مع قطاع غزة، ويبدو من الفيديو أن الشاب لم يكن يشكل خطرا على الجنود الإسرائيليين وقد أصيب بجروح في ساقه. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن القناص يستحق وسام شرف، بينما مصور الفيديو يجب تنزيله إلى أدنى رتبة عسكرية. وأخيرا في فوكس نيوز، مسألة فيسبوك ما زالت مستمرة، ومؤسس فيسبوك كان أمس في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن انتهاك خصوصية مستخدمي الموقع. ومن هنا في الشأن السوري وهذا السجال الأمريكي الروسي، رحب الاستديو بالعزيز محمد مصالحة المستشار الإعلامي، يعطيك العافية. أهلا وسهلا بك، تشرفنا. شكرا لحضورك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني قبل أيام سمعنا ترامب يقول بأنه سيسحب جنوده من أمريكا من سوريا عفوا، وأن أمريكا لم يعد يعنيها التواجد في سوريا، مع أن الحديث عن 2000 جندي فقط، والآن فجأة عادت الأمور إلى الواجهة وتهديد وسفن حربية وحاملات طائرات و6500 عسكري بالطريق. نعم، الصناعة الهوليودية أتحفتنا كثيرا منذ عشرات الأعوام بأفلام الكاوبوي والفوضى والسيطرة وقضية إطلاق النار وقضية الفن في قضية عدم احترام الإنسان، وأيضا
أكثر من مرة شاهدنا هناك كيف يتم الحديث عن كشف أو إبراز ما معنى الرأسمالية بأبشع حالاتها، وها هي الرأسمالية بأبشع حالاتها تتمثل في هذا الرجل التاجر، التاجر الخطير. هذا الإنسان ويعرف تماما ماذا يفعل، لأنه الآن باعتقاده بعدما أطاح بكل المستشارين الذي يعني يحطون به أتى بكوكبة جديدة، وهذه الكوكبة جاهزة للمفاوضات وجاهزة للابتزاز الدولي. نحن أمام قرصنة دولية جديدة من نوع جديد. فيما يخص الملف الذي تتحدث عنه، باعتقادي أنا أريد أن أذهب إلى إطار آخر، قضية التزامن ما بين تصريحه قبل عدة أيام والتمثيلية والمسرحية مع إسرائيل بأنها قد تفاجأت، وأتى بالتالي وبرر بأنه يريد المال. نفس الشيء باعتقادي أنا، إن كانت هنالك ضربة أنا أراهن بأنه لن تكون هنالك ضربة مدمرة، والسبب معروف جدا، قضية التقاسم تم تقسيمها عالميا، مناطق النفوذ بشكل نهائي، لا يمكن أن يتم أن يكون صراع يوصل إلى حرب عالمية ثالثة، لن يحدث هذا. ممكن أن القضية العنجهية الأمريكية أن تكون عبارة عن ضربات عبثية بالتالي من أجل إظهار بأن أمريكا شريكة. القضية الأهم في الموضوع التي أريد أن أتحدث عنها بأن ملف الانتخابات سيكون حاضرا في أي مفاوضات سرية سيتم الكشف عنها مؤخرا، في قضية الدور الروسي في أن يصعد هذا المجنون أو هذا التاجر أو هذا القناص. فباعتقادي أن الملف سيتجه باتجاه التقسيم الجديد، وهي قضية الهيبة الأمريكية، الهيبة الأمريكية المفقودة، وقضية رأس المال. أضحت أمريكا لا تهتم في قضية سوريا، لأن هذا التقسيم النهائي بعد ليبيا وبعد الخليج وبعد كل هذه الثروات التي حصلت عليها، لو وصل الحد إلى أمكان أيضا التهديد الروسي هو مبطل وموجود، هم يريدون أن يعطوا مساحة للدبلوماسية. فباعتقادي أيضا أوروبا لن تسمح بأن تنهار الأمور وتصل إلى حد حرب. في سياق متصل ولكن في الشأن الأمريكي الداخلي، اليهود في أمريكا يغيرون اصطفافاتهم بالداخل، لربما هذا أيضا هذا له علاقة يعني ببعض الأمور الحاصلة في الشرق الأوسط، لأن هنالك بوصلة إسرائيل مركزية. أن نحكي يعني أو نتحدث عن هنالك 50 منظمة، ما يقارب 50 منظمة يعني يهودية وجمعية، هي التي يعني تنتشر وتتواجد ولها تأثير هائل جدا منذ عشرات السنين في أمريكا على السياسة والاقتصاد الأمريكي. لكن إيباك من ناحية اليمين وجي ستريت هي منظمة لليهود الأمريكان التي تعي تماما اليوم خطورة هذا التناغم ما بين المدمر، بين إسرائيل أو بين حكم نتنياهو وبين الإدارة الأمريكية. التغيير هنا أن غالبية اليهود في أمريكا اليوم من الأجيال المختلفة ينضمون إلى الحزب الديمقراطي بنسب عالية جدا، فوق 50-55%، وقد هبطت نسبة اليهود في الحزب الجمهوري بسبب التصرفات والحماقات الجمهورية المتمثلة بهذا الرئيس إلى أقل من 30%. هذا موضوع واضح بأن هناك تغيرات والموضوع شيق ويبدو شائكا. وأنتقل معك الآن عزيزي إلى مقال يتعلق في تحقيق تقوم فيه إسرائيل، الجيش الإسرائيلي يحقق مع نفسه في أحداث غزة، ولكن ذلك لتغطية أفعاله. هذا ما كتب في صحيفة هآرتس على يد الكاتب مردخاي كيمينتس. جاء في المقال فيها أرتس: عندما تتم الإشارة إلى التحقيقات بسبب القلة من انتهاكات حقوق الإنسان، على سبيل المثال إطلاق النار على الرجل الأعزل الذي لم يكن يشكل أي تهديد مهما كانت آراؤه فاحشة ومثيرة للفزع، فإن مصطلح التحقيقات يخدم غرضين متعارضين. البعض يسعى إلى التحقيق بشكل نتائج التي ستؤدي إلى تغطية ذلك، والبعض يريدون التحقيق من أجل الفحص الحقيقي. في حالتنا نحن نتعامل مع فحص درجة توافق أوامر فتح النار، بما في ذلك النغمة التي رافقت إصدارها وطريقة فهمها من قبل من يتلقون الأوامر، مع القانون الإسرائيلي والقانون الدولي. ويدور الحديث عن مظاهرات واضطرابات وقعت قرب الحدود مع قطاع غزة. الضالعون هم أولا القيادة العليا في الجيش والقيادة السياسية التي يخضع الجيش لسلطتها وهي المسؤولة عن أوامر فتح النار. وفقا لتصريحات وزير الأمن، كانت القيادة السياسية هي التي وجهت السياسة التي تحدد أن محاولة تخريب السياج وعبور السياج وربما حتى الاقتراب منه تبرر استخدام الأسلحة النارية. لذلك فإن ما يجب فحصه هو ليس سلوك القناص أو قائد آخر، وهو ما يمكن أن يفحص طاقم من القيادة العامة، وإنما سلوك القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل.
أخشى أنه إذا تم تعريف هذه المهمة باعتبارها مسألة عسكرية داخلية فسيكون ذلك بمثابة تحقيق لغرض التغطية. من غير المرجح أن يستطيع الجيش فحص قيادة العليا والقيادة السياسية التي يخضع لها. إذا كان المطلوب إجراء تحقيق حقيقي فيمكن أن تقوم به لجنة مستقلة مثل لجنة كهان للتحقيق في أحداث صبرا وشتيلا، ولجنة شتارسبرغ للتحقيق في عملية اغتيال صلاح شحادة، ولجنة تيركل للتحقيق في أحداث مرمرة الأسطوري الذي كان متوجها إلى غزة. إن الافتراض بأن العالم سيشتري العلاج العسكري الداخلي في السياق الحالي كتوضيح حقيقي يستند إلى ازدراء حكمة العالم. إذا أردنا منع تدخل العالم يجب أن نظهر الجدية في مسألة التحقيق، أي العمل من أجل تحقيق مستقل. من ناحية أخرى فإن التغطية هي جزء من مفهوم سياسي. التغطية مطلوبة من أجل دعم سياسة الحكومة، بما أن الوضع الحالي فرض علينا ولا نتحمل المسؤولية عنه فإنه لا يثير أي مشاكل أخلاقية يفترض أن تزعجنا. إن إعجاب الدكتور فريدمان بالطريقة التي اتبعها ويتبعها الجيش في التحقيق في إصابة الفلسطينيين مبالغ فيه على أقل تقدير. سأكتفي بتعليق مبدئي. في الديمقراطية يجب أن تكون الثقة في أي هيئة حكومية متحفظة دائما، أحترمه وأشتبه به. وبالتأكيد فيما يتعلق بالتحقيقات المتعلقة بتصرفات الدولة اتجاه من ينظر إليهم كأعداء، فقط في الأنظمة الاستبدادية يعطي الناس الثقة الكاملة للسلطة. أخيرا كتب الكاتب أن تاريخ إسرائيل مليء بأمثلة توضح إلى أين تقود وماذا تفعل الثقة الكاملة. من المؤسف وجود دعم للتصريحات المثيرة للغضب التي أدلى بها وزير الأمن وجوقة شركائه المتملكون والجبناء الآخرون ضد أولئك الذين يريدون إجراء تحقيق من أجل التوضيح. ومن المؤسف أكثر أن ما يفترض أن يكون نصيحة جيدة يعتبر نصيحة سيئة ومعرقلة. إذن يقول الكاتب في صحيفة أرتس أن الجيش الإسرائيلي يحقق مع نفسه وهذا أمر غير ممكن في النظام الديمقراطي، ويجب أن يكون هنالك نظام حكم مستقل. وبأن الفيديو الذي نشر لجندي إسرائيلي يطلق النار على فلسطيني أثار العالم، ولن يستطيع العالم الثقة بإسرائيل إذا تركها تحقق مع نفسها. نشاهد الفيديو مرة أخرى الذي أثار فزع العالم ورعبهم، واسمعوا نشوة الجندي. ميموني بولي بو 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 ايه ده سيرتون هنا تروح الفنات اتو بטח شتلمتي את זה واو بقول لي مشو بروش شو انا واو ايه ده سيرتون اجدا ليش ما ربما أبشع من عملية القنص من بعيد والصيد عن ظهر تلة هو نشوة وفرح من قام بهذه الفعلة وتصوير ذلك للتباهي. وإلى العناوين الفلسطينية الإسرائيلية التي لم تخلو من الحديث عن هذا الموضوع. في عرب 48 الضفة الغربية الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا. وفي وفاء الاحتلال يقصف أراضي زراعية وموقعا شرق مدينة غزة. أما في موقع والله الإسرائيلي تم تفجير عبوة ناسفة صباح اليوم بالقرب من جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي قرب غزة. القوات ردت بإطلاق النار. العبوة المتفجرة وضعت قرب السياج. لم تقع إصابات في الحادث في صفوف الجيش. الجيش يرد بقصف قطاع غزة. أما في إسرائيل هيوم لا يوجد إصابات جراء تفجير عبوة ناسفة ضد قوة تابعة للجيش على الحدود مع غزة. وعن أحداث أيام الجمعة وكتب في واينت، في الماضي وافقت الولايات المتحدة على منحة للصحفي الذي قتل على حدود غزة.
وصفه ليبرمان بأنه إرهابي له أقدمية في حماس. لكن وزارة الخارجية أكدت أن ياسر مرتجى الذي قتل بالرصاص عندما اقترب من السياج الحدودي خضع لفحص أمني دقيق قبل سنوات وتلقى منحة ب 12,000 دولار أمريكي. وأخيرا أيضا في واينت، تحقيق الجيش الفلسطيني الذي ظهر في الفيديو تم تحذيره وأطلق النار عليه فأصيب. قبل التحقيق الأولي، الفيديو الذي يظهر فيه إطلاق النار على فلسطيني وأحد الجنود يصرخ يش صور في شهر ديسمبر الأخير اتجاه مشتبه أطلقت عليه رصاصة واحدة فقط لا غير حسب التحقيق وأصيب بقدمه. أما عن أصوات وفرحة الجنود فقد لخص التحقيق أنها غير ملائمة وسيتم التعامل معها. إذن ثمة من يرى ذلك بأنه عمل وحشي ويدل على طريقة تفكير الاحتلال تجاه الفلسطينيين. وثمة في التحقيق عندما حققت إسرائيل مع نفسها تقول في بوادر التحقيق الأولية الأمر غير ملائم ويجب الحديث عنه. أستاذ محمد، يعني بين هاتين النظرتين، إسرائيل تحاول تقزيم الأمور، رصاصة واحدة حذروه مسبقا، لم نسمع ذلك بالفيديو بأن هنالك تحذيرات ولم نرى بأنه خائف هو من حوله، ولكن يقولون بأنهم حذروه، يقولون رصاصة واحدة أصابته في قدمه، يحاولون شرعنة الأمر، وليبرمان يعني يشيد بالجندي. سي هايمن مطربة كبيرة إسرائيلية غنت قالت بأيام الانتفاضة الأولى قبل عشرات السنين يطلقون النار ويبكون. كان هنالك في حينه رد على الرواية الإسرائيلية التي دائما بررت قضية أخلاقيات الجيش، اليوم يقنصون ويختالون ويضحكون. نفس الرواية مستمرة. قضية ما يسموها بالجوشبانكا، قضية الغطاء اللا أخلاقي واللا قانوني في منظومة الأخلاق الإسرائيلية التي تتدهور من عام إلى عام في التصرفات اليومية، هذه المنظومة هي التي ستكشف والتي ستفضح أكثر وأكثر، يعني إلى أي منحى ستصل هذه الدولة. أنا أريد أن أتحدث عن شيء آخر. تعال لندع يعني التحليل وقضية تحليل المحلل، تعال لنذهب إلى منظومة التربية والتعليم. هذا الجندي الذي قنص أو الذي يقنص ومجموعة الجنود لها ضابط، هذا الجندي، هذا الجندي اللي تعلم أنهم يختارون القناصون، يختارون وفق مواصفات معينة، قوة النظر وقوة التركيز، ولا يمكن أن يكون في جيل متقدم. مسؤول عنه ضابط في نفس الوحدة، فعندما هو يجب أن يتلقى من الضابط أوامر. لكن هؤلاء أين تدربوا وأين لعبوا في الأتاري؟ ما القصد في قضية لعب الأتاري؟ هنالك عندما تطور الهايتك في إسرائيل كانت من الدول الأولى التي أصابت الهايتك وتصدرت ألعاب أتاري. ألعاب الأتاري الأولى التي خرجت إلى أوروبا وتم استعمالها كانت استهداف جندي إسرائيلي أو مواطن إسرائيلي أو شخص إسرائيلي لعربي، من منطلق الرواية المعروفة بأن العربي هو آتي من الصحراء والفلسطيني هو إرهابي. فعمليا عندما تم ضبط هذه المنظومة التربوية وإدخالها إلى الدين، خذ كل المدارس الدينية اليهودية، النوع التحريض الذي يعني إلى حد القتل من زعماء وقادة. فأنت ماذا تريد من جيل 20 ومن جيل 19 ومن جيل 21 كضابط مبتدئ في الجيش، وتأتي المنظومة الإسرائيلية السياسية لتعطي غطاء كبير جدا؟ هذا الغطاء اللا أخلاقي هو من أجل عدم أن يكون عزاريا جديد، أن يكون ملف تحقيق عزاريا جديد. فقضية سهولة القنص والقتل يعمل هذا الانهيار الذي يبشر في قضية أن الفاشية هي حالة ستأتي لا محالة إلى إسرائيل. والمقلق في ذلك بأن هؤلاء الجنود يعودون إلى بيوتهم ويأخذون هذه النزعة الشريرة معهم، التي لربما، وهذا محزن جدا أيضا، بأن تعكس أيضا داخل المجتمع الإسرائيلي بطريقة أو بأخرى على عائلاتهم، على زوجاتهم مثلا. والأهم والأخطر، أنا أتابع يوميا، أنا أدخل إلى صفحات الوزراء وأعضاء الكنيسة المهمين من جانب اليمين وأدخل إلى التعقيبات. لا تصدق حالة قضية التطرف الذي يعني يشع منه الكراهية باتجاه كل ما هو عربي. حتى أنظر إلى منظومة الإعلام الإسرائيلي أخيرا في هذا الموضوع، معلومة منظومة الإعلام الإسرائيلي، الإعلام الإسرائيلي الذي كان متهم في كل الأحوال بأنه ضد المؤسسة الإسرائيلية وضد رئيس الوزراء، هو الآن صامت، والذين يبرزون هناك هم أبواق كبيرة مثل جودي موزيس الجديدة التي عمليا تشرعن عملية القتل وتدافع عن هؤلاء الأبناء. العزيز المستشار الإعلامي محمد مصارحة، شكرا جزيلا لك على تشرفت. هذه المشاركة والإضاءات المهمة حول ما يحدث. إلى هنا نكون معكم غدا في لقاء جديد في متر الصحافة، وادعوا معي أن تكون العناوين أفضل. إلى اللقاء.